هذه مياه الأمطار تدفقت من المراعي إلى البحر. انظر. السلام عليكم. إعصار بحر العرب يوم أمس اشتدت وصارت من الدرجة الأولى، وكما ذكر خبراء الأنواع الجوية أن هذه الإعصار على الأغلب ما تأثر على دول الخليج ما عدا سلطنة عمان، ويكون تأثيرها على السعودية واليمن والإمارات كأمطار غزيرة جدا، كما حصل يوم أمس في جزيرة السقيطري في اليمن شهدت أمطار رعدية. وفي كل سنة يحدث هذا الإعصار في البحر العرب، والمتضرر الأكبر للأسف يكون سلطنة عمان، وكلكم تتذكرون إعصار شاهين، وحاليا هي من الدرجة الأولى أقل فئة من حيث القوة. والله يحفظ كل الدول العربية وبالأخص يجعل بردا وسلاما على سلطنة عمان. خلينا نشاهد الفيديو لأمطار من الجزيرة السقيطري في اليمنية، وشوفكم بفيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. هذه مياه الأمطار تدفقت من المراعي إلى البحر. انظر. البحر صارت كلها مياه مغبرة بالأتربة التي أتت من المراعي إلى ما لا تراه العين. سبحان الله، اللهم اجعله صفي رحمة. طبعا هذا في جنوب الجزيرة قعرة، منطقة قعرة خيسة مرحبيا، كلها البحر صارت أتربة أو بلون التراب إلى ما لا تراه العين.